الأزمات تلاحق شركة تويتر قضائياً وتلاحق مالكها الجديد إيلون ماسك مادياً بخسائر تاريخية لم تعرفها البشرية من قبل لشخص واحد. البداية بالشركة نفسها أي تويتر، إذ تواجه دعوى قضائية لتخلفها عن سداد إيجار مكتب لها في مدينة سان فرانسيسكو بأكثر من 135,000 دولار. الدعوى رفعتها شركة كولومبيا ريت المالكة للمساحة المكتبية المؤجرة لشركة تويتر في منتصف الشهر الماضي، رغم إهمال الشركة المالكة لتويتر 5 أيام لدفع المبلغ، إلا أن تويتر لم تقم بسداده. مشكلة أخرى تواجهها تويتر كذلك، أو أزمة أخرى بالإضافة إلى التخلف عن سداد إيجار مكاتبها الرئيسة بالإضافة إلى المكاتب الإقليمية، وهي أموال مستحقة لم تدفعها تويتر لتأجيرها رحلتي طيران. الملياردير إيلون ماسك كان استحوذ على موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار في صفقة شابتها دعاوى واتهامات وجدل، واستقال المئات من موظفيه في نوفمبر، بينهم مهندسون مسؤولون عن إصلاح الأخطاء ومنع انقطاع الخدمة. طبعا كان هناك إقالات أيضا. اتسمت الصفقة بالكثير من الفوضى والمشكلات والهجمات الشخصية، لكن تلك ليست أكبر مشكلات الرجل. أصبح إيلون ماسك أول شخص يخسر 200 مليار دولار من صافي ثروته في التاريخ، لكن كيف حدثت هذه الانتكاسة له؟ شهد ماسك البالغ من العمر 51 عاماً انخفاضاً حاداً في ثروته إلى 137 مليار دولار بعد تهاوي أسهم شركته لصناعة السيارات الكهربائية تسلا في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك الانخفاض بنسبة 11% الثلاثاء وفقاً لمؤشر بلومبرغ لأصحاب المليارات. وهذا انخفاض من ذروة ثروته البالغة 340 مليار دولار في الرابع من نوفمبر من 2021، وظل أغنى شخص في العالم لنحو عامين حتى تجاوزه في ديسمبر برنار أرنو الملياردير الفرنسي ورئيس مجلس إدارة شركة LVMH للسلع الفاخرة لوي فيتون. يعني كان نمو ثروة إيلون ماسك مدفوعا بالأساس من حصته في تسلا بعدما تجاوزت القيمة السوقية للشركة تريليون دولار للمرة الأولى في أكتوبر، لتنضم إلى شركات التكنولوجيا العملاقة أبل، مايكروسوفت وأمازون. لكن هيمنة تسلا على سوق السيارات الكهربائية باتت معرضة للخطر مؤخرا، إذ يلحق المنافسون بالركب رغم محاولات الشركة طرح إغراءات ضخمة للمستهلكين، الأهم صفقة شراء ماسك تويتر، إذ باع ماسك الكثير من أسهمه في 2022 للمساعدة في تغطية صفقة تويتر، لدرجة أن حصته في تسلا لم تعد أكبر أصوله وفقا لمؤشر الثروة الخاص ببلومبرغ.